بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد المستوى السابع، أهلا ومرحبا بكم في أمثلة على الـ Consolidation of Soil اللي هو في شابتر 6 من كورس Soil Mechanics. النهاردة نتكلم على بارت 9 عبارة عن مثال، بس هو مثال طويل شوية فعايزك تركز فيه، همجزأه على أكتر من جزء فعايزك تبقى مركز فيه شوية. بيقول إيه؟ بيقول the following data were obtained from result of consolidation test. يعني هو عمل تجربة الconsolidation test وادانا data نشوفها دلوقتي. بيقول الـ initial sample height يعني ارتفاع العينة الأولاني كان 20، الديامتر كان كام؟ كان 75، ماشي. And the dry weight والوزن بتاعي كان 111.5 جرام، والـ specific gravity بتاعي كان 2.65. اللي مطلوب بقى منك؟ واحد، أول حاجة ترسم علاقة ما بين الـ E والـ log sigma. تاني حاجة determine the compression index اللي هو CC والـ CC والـ pre-consolidation pressure اللي هي sigma BC. تالت حاجة determine the coefficient of volume compressibility اللي هي الـ M مين؟ V، بس لازم يديني المرحلة، فبيقولي من المرحلة من 4 كيلو جرام للـ 8 مين؟ كيلو جرام. طيب تاني حاجة أو مطلوب اللي بعديه بيقولي لو أنا عندي مبنى بقى is constructed on a raft، يعني على إيه؟ على على لبشة. Overlaying the shown soil، بديك هنشوف السويل دلوقتي شكلها ازاي. And apply the shown pressure at the foundation level، وكان عليها الفاونديشن ده. The properties of clay، ومديني الخواص بتاعت الكلي خدها من التجربة الconsolidation. والcoefficient of consolidation عشان هو ما حسب ما طلبوش منك مديهولك 0.8 متر سكوير على لير. طالب ايه بقى؟ طالب determine the differential settlement، ونعرف يعني differential settlement between point A ونقطة B. تاني حاجة determine the settlement of point A بس after 3 years from the end of the construction. زي ما انا بقول مسألة طويلة بس فيها شوية افكار حلوة ومحترمة. ادي البيانات اللي هو مديها لك، بيقول لك ادي ايه التجربة بتاعته. هو عمل الجدول اللي احنا عملناه لو تفتكر في المحاضرات الاولى، مديني الاستريسز والتوتال تشينج في السيكنس. طب ما كده انا عايزين نجيب الاي، هنجيب الاي ازاي؟ هنعرف دلوقتي. وده المبنى بتاعي عبارة عن مبنيين هنا هوت، المبنى ده عليه 20 طن على المتر سكوير، والمبنى التاني عليه 10 طن على المتر سكوير. كان في ساند الجاما ويت بتاعتها ب 1.8، مستوى المية هنا، وفي ساند هنا الجاما بتاعتها ب 1.9. الكلي بقى اللي هيحصل له الكونسوليديشن اللي هو طبقته وسمكها 6 متر ديت، فدي 1.8، وفي ساند يعني في ساند فوق وساند تحت 1.9. نحل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه لازم نعمل الجدول بتاعنا. هنعمله ازاي؟ هو مدانيش غير البريشر بتاعي ومديني التوتال تشينج، بس مديني ايه؟ خلي بالك مديني سمك العينه في بدايه التجربه وليست في نهايه التجربه. عادي بقى، طب ما انت عندك التغير 0.05، فانا اقدر اجيب الارتفاع هنا واقدر اجيب الارتفاع في نهايه كل مرحله زي ما انت شايف. لو طرحت ده من ده اقدر اطلع الدلتا اتش بتاعتي، مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. المشكله في مين بقى؟ المشكله في الاي والدلتا اي. هو مديني ايه؟ الديامتر ب 75 والاتش فاينل خلاص احنا طلعناه ب 16.36، فتقدر تطلع من هنا ده مين؟ الفوليوم بتاعتي. خلاص جبنا الفوليوم بتاعتي. الفوليوم ده عندي جي اس وعندي الدبليو اس، عندي الدبليو اس، مش انت عندك الجي اس بتساوي دبليو اس على في اس في جاما ووتر؟ طب هو مديني الدبليو اس، خلاص اقدر اجيب الفي اس ولا لا؟ اقدر اجيب الفي اس اللي هو ده 70 وشويه، لكن ده كان 72 وشويه. فانت تعمل ايه؟ عندك الفي اس وعندك الفي فاينل. قال لها طب ما انا لو طرحتهم من بعض مش يديني مين؟ يديني الايه؟ يديني الفي بتاعت الفويد نفسها، والاي اللي هي بتاعتي بتساوي مين؟ الفي فويد على الفي مين سوليد. يبقى اقدر اطلع الاي بتاعتي ولا لا؟ جبت الاي بتاعتي، مش ليست القيمه اللي عندي ديت، ادي الاي بتاعتي اللي هي 0.79. طبعا هي دي المفروض تنزل تحت هنا، معلش يعني في خطا. ف 0.7 كام؟ 1.9 مش عارف ايه. ده الاي فاينل بتاعتي. طب جبت الاي فاينل، فاكرين بقى لما عبنا اللعبه بتاعتنا؟ عندي ده وعندي ده، اقدر اطلع ده وبعدين ارجع اجيب ده اللي بعتبره بدايه او نهايه اللي قبليه، ارجع اجيب ده وهكذا لحد ما تكون الجدول بتاعتك وتجيب العلاقه اللي ما بين الاي وما بين السيجما عشان نبتدي الحاجات اللي هو عايزها نبتدي نطلعها من الجدول دوت. شكرا.